نحن الآن نقف قريبا من السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وهذا السور فيه الكثير من الخنادق، وأيضا فيه هذا المحراب الذي ترونه خلفي، وهو محراب السور الشرقي. المميز في هذا المحراب أنه يقع بقرب خندق. ترون إلى جانب هذا المحراب كوة، هذه الكوة هي عبارة عن فتحة كان يستخدمها حراس المسجد الأقصى المبارك لحراسة المسجد الأقصى المبارك ولرمي السهام على من يحاولون الاعتداء على المسجد الأقصى. فانظروا إلى هذا المشهد العظيم، مشهد قوة حارس الأقصى إلى جانب محراب حارس الأقصى، وكأنها ثنائية لا انفصال بينها، ثنائية المحراب والحراب، ثنائية المحراب والخندق، ثنائية قوة إطلاق السهام والرماح ومحراب الصلاة لله عز وجل. هذه الثنائية المزدوجة تذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.